بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أتحدث حول الخطابة والكتابة. قد منح الله للناس شيئين للتعبير عما في ضمائرهم وقلوبهم من المعاني والأفكار. الشيء الأول هو الخطابة، والشيء الثاني هو الكتابة. أما الخطابة فتعدها من وسائل التعبير التي استعملها الإنسان في حياته منذ القدم، فقد خلق الإنسان باستعداد فطري للتعبير عن رأيه وإقناع غيره به. وإن للخطابة في الإسلام أهمية كبيرة، حيث استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام وفي مختلف المناسبات الدينية. وأصبحت الخطابة جزءا من العبادة، فهناك خطبة الجمعة وهناك خطبة في العيدين الفطر والأضحى، كما أصبحت لها أهمية أكبر من الشعر. ويعود الفضل في علو الخطابة إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وإن نتحدث عن أنواع الخطابة فأنواعها كثيرة، كالخطابة الدينية والخطابة القضائية والخطابة السياسية والخطابة العسكرية والخطابة العلمية. فهذه أنواع الخطابة. وأما الكتابة فهي عبارة عن أداة للاتصال اللغوي من خلال نقل فكرة الكاتب للشخص القارئ أو السامع. وإن الكتابة هي وسيلة من وسائل الاجتماعية لنقل الأفكار والآراء بين الناس من خلال تدوينها على الورق أو غيره. وفي قديم الزمان كان الإنسان يستخدم النقش على الحجارة للتعبير عما يريده، ثم تطورت الكتابة على الورق أو الجلد، وثم تطورت حتى أصبح الإنسان يستخدم آلات تساعده في الكتابة مثل أدوات الطباعة الإلكترونية وغيرها. وإن للكتابة أهمية كبيرة في الإسلام، ينال الإنسان بالكتابة مكانة سامية، ويقيد الناس بالكتابة. فهذه خصائص الكتابة والخطابة. وبذا أختتم حديثي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.